لازم نعمل اويرنس للناس عشان تبقى لما اجي اتخذ قرار ما تبقاش الناس ضدك، لازم الناس تعرف انا بعمل ايه. مش هي عباره عن عمليه تسليف او زي ما بيتنشر عن بتوع الجوده ان دول بقى شويه ناس عمالين يستلفوا في ورق. لا، انا جيت حضرتك الدوره كلها يا جماعه ده تطوير جوده، ده بيعملوا دورات بتنميه مهنيه وتنميه بشريه لاعضاء الرئيس والعاملين اللي احنا بنستفيد منهم. وبالتالي الناس هتبتدي تتفاعل معاك. اذا كان في غير ذلك يكون السكرتير تحديد نوع المهندس المدير او تحويل الزائر ليه؟ زي ما انتم قلتوا لا ده الموضوع ده في ناس قالت لا ده الموضوع ده مش عندنا، ده الموضوع ده عند الدكتوره صاحب الارناؤوطي وكيل الكليه والشؤون التعليميه. ده مش عندنا. وبالتالي انت حققت الغرض اللي بسببه الزائر جاء وهذا بدون معاد سبب. تمام؟